اورو 9500 درهم، وجينا لهادو، هادو فيهم قلنا جوج المليون و 5000 ريال، فيهم شحال من غرام؟ 53 غرام. هادو قياس كبير، هادو قياس كبير، هادو بالنسبة لهادو قياس كبير، دايرين جوج المليون و 5000 ريال، جوج المليون و 5000 ريال، ولكن قياس كبير، قياس سبعة، اللي عندها قياس سبعة من هنا لهنا راه قياس كبير. عندي منهم وحدة هادي، البنات كاين واحد الكورميطات حتى هما مستعملين، ها هما نوريهم لكم واحد الكورميطات، هادو هما اللي بغيتكم تستافدوا فيهم صراحة. هاد الكورميطات هادو بغيتكم تستافدوا فيهم البنات، ها هما، هادو دايرة 1900 درهم، هادي دايرة 1900 درهم، 38000 ريال، 38000 ريال البنات بالنسبة لهادو، هادو هما اللي بغيت تستافد فيهم، هادو 38000 ريال. كاينة هادي حتى هي، هما كلهم غادي نوريهم لكم البنات، هادو هما، هادو دايرة 39000 ريال، 1950 درهم، هادو كلهم من الهميزات اللي حطينا لكم. هادي 1950 درهم، هادي حتى هي بحال هادو، هادو كلهم تقريبا ثمن واحد، هادي حتى هي 1900 درهم حتى هي. هادو هما البنات اللي بغيتكم تستافدوا فيهم، هادو عندنا منهم شي بياسات اللي بغى يستافد منهم راه مرحبا. 1900 درهم هادو الوحده، هادي الصغيره، هادي كاينه الصغيره ديالها دايره 1700 درهم. هادو عندي منهم اربعه د البياسات، هاد الثلاثه هادو 38000 ريال، 1900 درهم، وكاينه هادي دايره 34000 ريال. هادي الصغيره 1700 درهم، 170 الاورو، هادي دايره 190 الاورو. هادو من الهميزات، عندي منهم اربعه هما اللي عندي منهم، اللي بغات تستافد من معانا في هذا الشيء راه مرحبا. هما السلسه ديالهم راه السلسه شوبار صحيحه، فيها الخميسات في الاخر ديالها، هادو عندي منهم اربعه اللي بغات تستافد معانا، ها هما تسكرينهم عندك راه مرحبا بكم. عندك افاك مضام دوزيام، كيكون اختي فاطمة الزهراء، كيكونوا في المضام، كيكونوا لا حاليا عندي اختي هذا الفكرون هو اللي عندي حاليا المضام، تاهما ملي طيح شي حاجه نوريها لكم. كانت واحد السيده صراحه كانت غتبيع لي وحده، ولكن ما تفاهمتش معاها، الا جابتها الا جابتها عاود رجعت عندي نوريها لك ان شاء الله، ماشي مشكل. هادي هذا هو اللي عندي دابا حاليا، 56000 درهم، 5 المليون و120 الف ريال، 56000 اورو، خمسنا لي 56000 اورو، 5000 اورو. زينب اختي بغيتي وحده من هادو تواصل معايا، تواصلي معايا اختي، تواصلي معايا بالنسبه لهادو، عندي منهم اربعه. نوريكم واحد الكورميطات ديال السناسل، السناسل نوريك اختي السناسل المايا، كاينه هادي، ها هي دايره 2700 درهم، هادي السلسله من الهميزات، ها هي 2700 درهم، هادي اللي فيها الخميسه 270 الاورو. كاينه هادي هشام اخويا كتعيط لي 1050، كاينه هادي 150 الاورو، 1700 درهم، ها هي عندي منهم وحده وحده، هادي 150 الاورو، 30000 ريال، 1500 درهم، هادي دايره 2700 درهم، هادي اللي فيها خميسه هادي ثقيله، 2700، 1500 درهم، هادو مستعملين الهميزات هما اللي كاينين اليوم. بالنسبه للسناسلو كاينه وحده بلديه، كاينه وحده بلديه بالخميسه الا بغيتيها، ها هي هذيك بلديه دايره 5200 درهم، هادي الغليده دايره 5200 درهم، 200 5200 درهم، 520 الاورو. خديجه دوج قالت لك ما كايناش، يقول لها تواصل مع شي واحد في العائله ديالها. بالنسبه اختي خديجه خدوج اختي الا بغي ما كايناش انت في المغرب، تواصل اختي معايا، ولا عندك شي حاجه في المغرب، شي لا فامي في المغرب راه نصيفطوا لهم، هذا هو الناس الطريقه باش كيتعاملوا مع الناس. الا عندك شي واحد هنا في المغرب لا فامي ديالك راه كنصيفطوا لهم حتى للدار عاد كيخلصوها، هذا هو الطريقه باش كنتواصلوا معاهم. سلام، عندك لا غورميت ديال شحال فيها من غرام؟ قول لهم اخويا شحال ديال هادو، ديال شحال من غرام هادو؟ هادو فيهم 4.5. بالنسبه اختي نعيمه هادو ديال هادو اللي فيهم الف ديال 1900 درهم فيهم 4 غرام ونص، هادو اللي درنا لهم 4 1900 فيهم 4 غرام ونص، هادي راه غتشريها تقريبا بواحد 2500 درهم جديده، انا حطيت لكم مستعملين، عندي هادو عندي شي بنانات. المهم السناسل ندوز لكم السناسل، 2700، 1500 درهم، 5200 درهم، هادو مستعملين، سكرانيو عندكم هادشي، اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا فيهم من بعد.
كاين واحد كاين هذه حتى هي فين شحال فين كاين هذه حتى هي اسنت وريتهاش لكم هذه حتى هي كاينه عندي 1900 درهم ها هي حتى هذه 1900 درهم حتى هي نفس بحال الاخرين فيهم 4 غرام ونص 1900 درهم بالنسبه لهادو وكاين واحد الكورميطات ديال البنانه هذاك شحال الثمن ديالهم ها انت كورميط ديال البنانه البنات اللي بغاو انت هما عندي منهم واحد 4 البياسات هذه 2200 درهم 2250 درهم هادي تقيل نزيد هادي حتى هي هادي حتى هي 2250 درهم هادو كلهم مستعملين البنات هادو هادي 2350 انت عندي منهم 4 د البياسات فهاد البنانات هادو على حسب الغرامات ديالهم كيكونوا ما بين 44000 ريال حتى ل 45000 ريال وحده اللي دايره 47000 ريال عندك هادي الاولى 2200 درهم 2200 درهم وحده 2250 وحده 2350 المهم هادي البنات عندي منهم اربعه اللي بغاتهم حتى هما هما من الهميزات اللي حطينا اليوم ديال الخميسه لونسومبل اختي ديال الخميسه عندي ما حطيتش لهم في اللايف فسان هذيك السلسله ديال شحال فيها في الطول عبر يا خويا ديال الطول شحال فيها فين هي هذه ديال 1500 تقريبا غيكون فيها شي 2 ها هي هاك حيدهم هادو كما قلت لكم هاد البنات كيبداو من 44000 ريال 45 47 عندي فيهم 4 البياسات في هاد البنانه وكاينه وحده كبيره ثقيله شويه دايره 59000 2950 درهم هذيك شحال الطوج ديالها شحال كاينه هادي ثقيله شويه هادي اللي ثقيله فيهم دايره 2950 هادي ثقيله هادو الاخرين تقريبا نفس الغرامات فيهم تقريبا بيناتهم غير شي 100 درهم ولا 150 درهم هادو عندي منهم هادو اللي عندي في الهميزات ديال اليوم بغيتكم تستافدوا البنات في هذا الشيء على قد الخميسه بطروات دي بالحجيره صغيره ديال ديما كاينين اختي جنات كاينين في الجديد هادوك الا بغيتيهم في الجديد كاينين السيمو الله يحفظك السيمو زوين هذا الشيء تبارك الله الله يحفظك اخويا غالي ومغالي جوهر اختي كتجو في مدينه الدار البيضاء في قصيره المنزره اخويا خلي لي الكورميت حياه الكورميت اختي هنا وحده الكورميت عندي البنانات وعندي الاخرين عندي منهم هادو عندي منهم اربعه والاخرين عندي منهم اربعه هما اللي عندي فيهم تواصل معايا في الواتساب حسني ان شاء الله سلام خويا شحال وصل الدب 380 درهم دابا الدب الغرام جميل السلام ممكن ندير مع مشاربي والفيسا ها كيداروا معاهم اختي ماشي مشكل نجي هاد السلام شي سلسله ديال الخريشيسات ها هما اختي هما اللي درنا فيهم 800 درهم هما هاد اختي ها هما جوهر هادو هما اللي درنا 800 درهم وكاينين الكروميتات ديالهم 700 درهم هادو ديال 800 درهم الخريشات راه فيهم ريالات فيهم فراشات فيهم الموتيفات مبدلين مرحبا بك لو بخي ديال الكورميت سميره اختي هادو درنا ليهم 2200 درهم 2250 2350 درهم هادي اللي ثقيله فيهم هادي دايره 2950 درهم اللي دايره هادو دوك كلهم الثمن ديال المستعمل هادو كاين هذا 1800 كاين هذا الحلقات والخميسه اللي بغات تحل طول بالنسبه للي سولتني على هذه ديال 1500 درهم مستعمله دايره 140 فيها 140 سنتيم في الطول 46 سنتيم بالنسبه لهاد السلسله والبلاكه ديال الشوبر في الطول ديالها كاين هاد الحلقات والبوندونتيف ديالها بالخميسه حلقات خميسه وبالبوندونتيف هذه دايره 6800 درهم 680 الاورو 136000 ريال البنات استفدتوا معنا في هذا الشيء ديال الهميزات ديال اليوم هادو كل شيء مستعمل اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا في الواتساب ولا في ميسنجر مرحبا بكم حلقات خميسات والبلاكه ديالها لويز كاين لويز لويز كاين هذا هو لويز الا بغيتي بحال هذا راه كيدير 1600 درهم دابا 30000 32000 ريال بالنسبه للويز هو كاين واخا غادي نتواصل معك واخا تواصل معايا غير في الواتساب اختي حياه ان شاء الله ماشي مشكل الحلقة سيدي الاخوات مستعملين لا ما عنديش اختي عندي واحد نوريك واحد البراسي والخاتم ديالو مستعملين شحال فيه من غرام هذيك ديال 1500 درهم قول لي شحال فيها من غرام ها هي هادي انا نقول لك اختي شحال فيها من غرام سارة شحال 3 غرام و 60 اختي هادي فيها سارة 3 غرام و 60 كنصيفطو في الأمانة جوهرة كنصيفطو اختي في الأمانة ماشي مشكل اللي بغيتي راه نتواصل معاك ماشي مشكل في الامانه يجيك حتى للدار خويا ورينا الناس ديال الهميزات الهام يلا دوزتهم اختي الهام هما هادو
شفتينا ما دوك اللي درنا في الهميزات اخويا من هذوك اللي عندك السناسل نعاود نوريهم لك كاينه هذه اختي الهام يلا جيتيكم يلا دخلتي عندك كاينه هذه وكاينه هذه عندي منهم ثلاثه السناسل اللي عندي في الهميزات كاينه هذه وكاينه هذه ديال 1500 درهم ها هما اسمها ليا هادو هما اللي عندي في الهميزات كاينه هذه 30000 ريال كاينه هذه دايره 2700 درهم وكاين هذه 5200 درهم هذه خميسه بلديه بالسلسله اي بي غليظه كاينه هذه خميسه ديال رافينيتي هادو مع السلسله ديال البالمي ديال رافينيتي غير مستعمله وكاين هذه الشوبار ديال تركيا هذه الشوبار ديال تركيا بالبوندونتيف مستعملين هادو 1500 هذه 2700 درهم هذه 5200 درهم هادو ثلاثه هما اللي عندي في السناسل بالنسبه ل خميسه مشبكه ديال مشاربي لا صادق لا ما عنديش لا حسن خلي لي هذيك ام غالي ام غالي اختي دابا هذيك ديال 1500 درهم اش غنقول لكم راه دابا جوج الناس طلبوا عليا ام غالي ومايا مارت ساره هذه اللي المهم اللي المهم هي عندي منها وحده هذه هي اللي 1500 درهم اللي تكتبات ليها باش ما يتقلق عليها حتى واحد اللي تكتبات ليها راه هي اللي غتاخذها ها هذيك جديده 500 هذا البلاص كاين واحد البراسلي كاختي والخاتم ديالو ولكن هادو قياس كبير اللي عنده قياس كبير راه مزيان ليه هاد البراسلي هذا ها هو هذا ديال كاختي قياس كبير بالخاتم ديالو ها الخاتم ديالو ها الخاتم ها البراسلي ها البراسلي والخاتم هذا اللي عنده قياس كبير مزيان ليه هاد البراسلي هذا باقي نقي ها هو فيس كاختي مشرد هذا البراسلي بوحدو داير 7500 درهم البراسلي بوحدو والخاتم كيدير 2100 درهم هادو مستعملين حتى هما ولكن قياس كبير الدور ديالو نقول لكم الدور تبارك الله راه هو شي قياس ديالو 6.70 هذا 6.70 بالنسبه لهذا البراسلي 6.70 جهاد قالت لك جاوبنا اختي جهاد سمح لي راه الكومونتير ما كنرتش من البال هاد الكورميت ديال البنانه غليظه شحال فيها من غرام عبري هاد الكورم البنانه انا اختي جاتني نقول لك الهام انا نقول لك قال ما كاين قبل على الكومونتير 10 فيهم 5.10 ياك 5.10 بالنسبه لهادو ديال 1000 ديال 2200 درهم 5.10 بالنسبه لهاد الكورميطات هادو دار لهم 420 درهم هادو الغرام انت راك هادو كيديروا شي 500 درهم 480 درهم الغرام عندي منهم 4 البياس اللي عندي منهم 4 البياس عندي منهم هذا اللي بغاهم راه كاينين فيهم نكمل لكم هذا البراسلي هذا لا لا هذوك راه مستعمل لا الخميسه رافينيتي هي هذه الخميسه رافينيتي هي هذه بشحال بجوج ما عرفتش اختي امينه علاش كتهضري على جوج السلسله ديال نيلو طويله لو بري لا اختي جهاد ما عنديش اختي السلسله النيل والله ما عندي 76 هذه اختي فيها 76 اللي بغات هذه الخميسه ديال الرافينيتي بالسلسله ديالها فيها 6 غرام و70 دايره 2700 درهم عندي منها وحده مستعمله كما قلت لكم البراسلي فيس براسلي غليظ هذه 5000 7500 درهم الخاتم ديالو 2100 درهم قياس كبير هذا ماشي قياس صغير اللي عندها اضاعه عمرها تبارك الله راه مرحبا عافاك خويا بغيت لويز بالعقيق لا اختي بالعقيق عندي اللويز ولكن العقيق ما درتوش فيه لا بغيتي راه نصايبو لك كاين واحد الشوكه اللي بغات بوندونتيف بلديه بوندونتيف مع الشوكه ها انت راه فيها الشوكه من اللور وفيها بوندونتيف ديالها هذه اللي بغات التعليقه ديال المناسبات هذه دايره 9400 درهم بوحدها 9400 درهم 390 درهم الغرام حسبت لكم هذه مستعمله فيها الشوكه هنايا وفيها هادو 390 درهم الغرام اللي بغاتها عندي منها بياسه وحده اللي بغاتها تستافد معنا فيها اللي بغات شي بوندونتيف ولا عندك مثلا براسلي كيش بحال هذا ولا لي بوكل مثلا بحال هادو خاصك تعليقه ها هي جات لك الفرصه باش تشريها بثمن رخيص الا سولتي مثلا في الجديد عندنا راه كتخدم تقريبا واحد 9000 ريال الغرام تقريبا باش غتقام لك انا دابا جبتها لك غير ب 390 درهم اللي بغات تستافد معنا في هذا الشيء راه دوزيام مان هما عندي مرحبا بكم وخلي هذا لونسون يدير لي شي حاجه هذا ديروا لي شي ديروا لي في ديك الكونسول هذا هذا تا هو دوزيام مان كاين هذا كاين هذا كاين هذا الكورميت
هاد الكرومي حتى هي راه كانت درنا وحده واحد لي لايف تا في الدوزيام مان تباعت، جات واحد السيده عاوتاني بعت لي هذه قلت عاوتاني نوريها لكم حيت الناس بزاف سولوا عليها. هادي تا هي بحال اللي كنا درنا في اللايف دايره 6200 درهم، درنا في واحد اللايف اللي فات هي وعقلت عليها هي ديال 21، كاينه هادي و 21 تا هي واحد العجله خديتها واحد السيده في المحمديه بصحتها. هذا 26 غرام، هذا براسي فيه 26 غرام، اللي سولني على الغرام ديال هذا فيه 26 غرام، هذا ديال الفيس العريض التوتال ديالهم جوج. خليهم لي غادي نرسل لك اختي، اختي امينه تواصلي معايا اختي في الواتساب. اختي امينه الثمن لويزا اختي جي هذا التوتال ديالهم جوج، التوتال ديال هادو بجوج 9600 درهم، 960 الاورو هادو بجوج، 960 الاورو هادو بجوج، فيهم الغرامات ديالهم بجوج. قولي الغرامات ديالهم بجوج 23 80 23 غرام و80 بالنسبه لهادو بجوج، 960 الاورو 9600 درهم. اللي بغاهم يتواصل معنا مرحبا بها. كاين هاد الكرومات ديال الحصيره كما قلت لكم 6200 درهم، البنات بزاف سولوا عليها في واحد اللايف اللي كنا درناها فيها. جات عاوتاني هادي واحد السيده كما قلت لكم خديتها، اللي بغاتها عاوتاني تواصل معايا، هي عندي منها وحده حيت بزاف عيطوا لي قالوا لي واش بقات كلمه ديال تبعت. المهم اللي بغاتها عاوتاني هي كاينه. كاين واحد الصمل ديال لي بول، راه ديال لي بول لا هذاك هذيك اللي اريا هذاك راه ليه. كاين واحد الحلقات صغار البنات، ها هما غير حلقات ديال ديما بنانه صغيره، هذه دايره 1700 درهم حتى هي مستعملين. ها هي حلقات ها فيهم هاد السداده بالطريقه هذه، اقسمهم ليا كل حيتي هذا. هادو 1700 درهم، 34000 ريال، 170 اورو بالنسبه لهاد الحلقات حتى هما مستعملين. ها هما البنات اللي بغات هاد الحلقات خاصها شي حلقه ديال ديما ثمن مناسب، هذه راه تقريبا غتاخذهم بواحد 2400 ولا 2500 درهم، ها هما درنا ليهم 1700 درهم حيت مستعملين. امينه بالنسبه للسنتيم اختي البراسلي كتهضري، الا كان البراسلي كتهضري على البراسلي، العرض اختي ديالو فيه سنتيم في العرض ديالو بالضبط، العرض ديالو فيه سنتيم الا كتهضر على هذا، سنتيم في العرض ديالو راه عريض سنتيم. هذا شحال؟ وكاين البنات واحد لونسومبل زوين تا هو مستعمل، اللي بغات البنات تستافد معنا هذا سنسلة. هذا بلا سنسلة، بلا سنسلة داير مليون ها هو بالنسبة لونسومبل، واحد لونسومبل مستعمل ها هو داير من هنا، هذا عريض زوين وثقيل، واللي بغات تستافد معنا في هذا راه مرحبا بها. هذا كما قلت لكم كيدير الثمن ديالو مليون و 46 الف ريال، مليون و 146 الف ريال، 17300 درهم ها بلا سلسله حيت هذا سلسله. البنات سمعوا لي راه كيتوقف الريزو كونيكسيون كي السلسله عفاك الرادكو ديال العنق. لا اختي الرادكو ديال العنق ما عنديش شي حاجه مستعمله، ملي طاح شي حاجه مستعمله نوريها لكم. كما قلت لك هذا لونسومبل هذا كيدير 17300 درهم، 1730 الاورو، 17300 درهم بالنسبه لهذا لونسومبل. اللي بغات تواصل معنا فيه عندي منه اونسومبل واحد، اللي بغاتها راه مرحبا بكم. ها هو 1730 الاورو بلا سلسله، بلا سلسله البنات هادو 1730 الاورو بالنسبه لهاد الاونسومبل. اللي بغات نقول لها حتى الغرام ديالها، راه نقول لك الغرام وشحال فيها وكل حاجه، نقول لك الثمن ديالها. عطني ديك ديال لي بول. كاينه واحد السلسله حتى هي خويا هذا، كاين واحد السلسله زوينه البنات، واحد السلسله هذه زوينه زوينه، واحد البياسه هذه ما كدورش هذه، الا عقلت كنت درت لكم وحده بحال هذه الشكل ديال ويفيتو، هذه ديال لازوردي، هذه دايره 6500 درهم ياك، هذه هي هذه ديالها